شيخ، أنت كنت ولا زلت تدافع عن محافظة البصرة. اليوم البصرة أكو تطور، أكو إعمار بها. اليوم الحكومة المركزية برأيك همشت محافظة البصرة من ناحية الموازنة، أكو تقصير؟ بالتأكيد يعني البصرة استحقاقها أكثر من هذا الاستحقاق الحالي. البصرة مظلومة لمدة تقريبا 20 عام، ما تقدمت لها موازنات تليق في المحافظة وتناسب حجم المحافظة. نعم. ونعرف أنه بعد الكاس الخليج 25، يعني البصرة بدت بها مرحلة إعمار و ظهرت بوجهها الجديد وبحلتها الجديدة. والبصرة هي عروس الخليج، وبالتالي يجب أن تدعم، وهي عاصمة العراق الاقتصادية وعاصمة العراق الثقافية، ويجب أن يعني يكون لها دعم خاص ورعاية خاصة. ولا ننسى أن البصرة هي اليوم يعني قوت العراق كله يصدر من البصرة. البصرة هي رؤية العراق، هي يعني بوابة العراق. البصرة كثير من المسميات إلها، والبصرة هي اللي الآن تبيع نفطها وتعيش به كل الشعب العراقي. لازم يصير لها خصوصية، لازم يصير لها خصوصية، لازم يصير لها موازنة خاصة، لازم يصير لها دعم خاص، لازم بترودولار يكون للبصرة، لازم اهتمام من الحكومة المركزية البصرة. بس أنا يعني أتوسم خيرا بالسيد دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، رجل يعني جاي يتحرك بقوة ويرعى المحافظات الجنوبية وكل العراق هو يشتغل له، لكن على مستوى المحافظات الجنوبية لأن انهملت لمدة 20 عام. الآن أنا أعتقد أنه السيد رئيس وزراء ماضي بتكون نهضة عمرانية حقيقية في كل محافظات الفرات الأوسط والجنوب، كما أسوة في الرمادي وأسوة في الموصل وبالمحافظات الأخرى. نعم. الشيخ غرد الحاج أبو تراب التميمي تغريدة، هنالك من يسعى للتسلط على البصرة، فمن يسعى للتسلط على البصرة ليس بأفضل من المحافظ الحالي، نحن لا نتصارع على نهب الخيرات. هاي يعني كانت التغريدة الأخيرة للحاج أبو تراب. أنا طلعت على التغريدة عفوا نعم. بإحدى الجروبات وتابعتها على منصات التواصل الاجتماعي. أنا أعتقد الحاج أبو تراب التميمي شخصية حشداوية يحظى بجمهور واسع، ولديه قائمة انتخابية يعني كانت معروفة على مستوى العراق وعلى مستوى البصرة. شخص محب إلى نعم. مدينته يعني، وشخصية وطنية، وإلى رأيه وإلى يعني أيديولوجيته الخاصة. وبالتالي هو يرى أنه أكو صراع، بالتأكيد لديه مجسات ولديه وضع خاص سياسي، ويعني من خلاله يستشعر أنه أكو صراع سياسي في داخل البصرة، وغرد هذه التغريدة. وهو رجل يعني حر، ودائما ما أبو تراب يتخذ قرارات جريئة وشجاعة ينسلخ بها عن الوضع الحزبي أو الوضع اللي يعني نقدر نقول اللي يعني الحزبي أو المصلحي، ودائما يدافع على مدينته، وهذا شيء يحسب للسيد أبو تراب التميمي. نعم. وأيضا من ضمن التغريدة ذكر من يعني وإنما نصارع من أجل الحفاظ على البصرة وأبنائها، لذلك نقف مع الشيخ أسعد العيداني ونسانده من أجل هذه المدينة المعطاة. أيضا هاي اللي ذكرت ضمن التغريدة الأخيرة للحاج، يعني نعم أنا قلت قبل قليل هو إلى رأيه وإلى إيديولوجيته وإلى نظرته بالسياسة وإلى نظرته في مدينته، ومدافع عن هذه المحافظة. وهو يرى أنه هذه التغريدة صائبة، ويعني بها حكمة وبها فائدة إلى مدينته. نعم. شيخ، اليوم البصرة بها نوع من التطور، بها نوع من الإعمار، بها نوع من البناء. بالتالي أنتم كنتوا تدافعون عن البصرة ولا زلتوا. اليوم البصرة برأيك ماذا تحتاج لتطور إضافي؟ البصرة ست البصرة، حتى لا أكون يعني على مو من طبعي أصير يعني ما أحب أكون أمسح ستاف هواي، نعم. فحتى أكون صريح، البصرة بها ليش حركة احنا سؤالنا عمرانية. بمسح شتاف شيخ؟ لا لا استغفر
استغفر الله، نعم بس انا جاي اقول عن نفسي اختي الكريمه، انا نعم ما اقول عن جنابك استغفر نعم الله، لكن انا جاي اقول انه انا شخصيا ما احب اكون يعني امسح اشتاف او اكون مثلا يعني مثلا اكون اجامل جهه على جهه اخرى، زين دائما عند البصره هي العزيزه، حتى لو اتعرض مره اخرى لاذيه او لبطش او لاي او لظلم، لكن انا اعتقد بوجود دوله رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ما راح ينظلم احد.